هو العراق. صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس. الموازنة وطلاباتها ما تخلص، مرة حصة كردستان ومرة بيع أصول الدولة، وتاليتها القضية ضايعة بين فلان وعلان وما حد يعرف راسها من رجلها. ما تنحسم تنحسم عمي، إذا أنتم بيناتكم ما مصافين، هذا الموضوع احنا ما لنا علاقة به. أنتم بسنتها وشيعتها وكردها ما مصافين، واحد يجر طول واحد يجر عرض، كل من يغني على ليلاه. الخلافات والصراعات وسعر الدولار ما راح ينزل، طبعا هاي بشارة بس مو خير، نقول لكم بأنه سعر الدولار ما راح ينزل، وهذا الكلام على لسان أغلب النواب، يعني مو من عندنا. يعني برمضان ممكن الغذائية كلها تصعد ضعف أسعارها، والحصة يمكن راح يزيدون شوية عدس بيها، هاي إذا شفنا الحصة. وها صدق ما ننسى القروض الخارجية اللي توصل إلى 8.5 مليار دولار، هاي المضمنة في مشروع الموازنة. ما أدري ممثلي الشعب حسب ما يقولون ويدعون راح يكونون على قد الثقة والمسؤولية اللي منحها الشعب لهم، لو هم راح يخذلوه. قبل ما ناخذ فاصل، العصفورة تقول تعثر عقد جلسة البرلمان ليلة اللي فاتت لإقرار الموازنة نتيجة خلاف شيعي حاد بين كتل شيعية، البعض مصر على إبقاء الاقتراض الخارجي اللي هو مثل ما ذكرناه 8.5 مليار دولار، ومن ضمنها 4 مليار دولار لقطاع الكهرباء، والبعض الآخر يرفض هاي القروض الجديدة اللي يعزل سبب إلها ومثل ما يقولون بيها شبهات فساد ترافق مشاريع مقترحة لقطاع الكهرباء في موازنة 2021 والعهد على القائل. مشاكل الجالية العراقية في ألمانيا كبيرة وكثيرة، وحق الرد مكفول إلى الجهات المعنية. الأغلب يتحدثون عن طابعة الجوازات وأصدارها والروتين الممل اللي متواجد عندهم في الدول الأوروبية. خلينا نتأكد من كل هاي التفاصيل شباب، إذا أمكن لو تكيوس الدوليا العفو الأربيس، خلي نتأكد من كل هاي التفاصيل مع السيد اللواء أحمد عبد الستار مدير عام الجوازات. صباح الخير عليك سيادة اللواء. صباح النور، أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. شو صحتك؟ إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ملتزمين بالإجراءات الوقائية، وأيضا المواطنين من يراجعوكم يكونون ملتزمين. الحمد لله، احنا يعني كل إجراءات الوقائية إن شاء الله بدارتنا مطبقيها، يعني بالإمكان يعني نطلع عليها. الحمد لله وشكر سيادة اللواء. أثناء مراجعتهم يعني حق الرد مكفول لكم، الكثير من العراقيين موجود والتباعد بين اللي ساكنين في ألمانيا. نعم. تحدثوا عن مشاكل. نعم. تواجههم بإصدار الجواز العراقي وهم حاملي الجنسية العراقية، شنو نوع المساعدة اللي نقدر نقدمها لهم؟ نعم. وشلون تقدرون تسهلون الإجراءات الروتينية اللي متخذة لإصدار الجواز العراقي؟ تفضل. نعم،
طبعا نشكركم على هاي التغطيه ونشكر قناه الرشيد اللي يعني دائما تتابع هموم ومشاكل العراقيين وتغطيتها يعني كافه الاخبار والشكاوي والتساؤلات. بالنسبه مديريه شؤون الجوازات حاليا تعمل ب 69 منظومه اصدار جوازات ببغداد والمحافظات وسفارتنا خارج العراق. من ضمنها 20 منظومه ثابته متوزعه بسفاراتنا في كافه انحاء الدول. نعم. من ضمنها عندنا منظومتين اصدار جوازات في المانيا، في برلين وفي فرانكفورت. نعم. بالنسبه للمواطنين العراقيين حاليا دا يرجعون يعني بالمانيا في مكتب جوازات برلين ومكتب جوازات فرانكفورت الثاني. بالنسبه للتسهيلات اللي نقدمها لاخواننا العراقيين اللي حاليا هم في المانيا وفي كافه الدول، وحسب توجيهات معالي السيد وزير الداخليه انه تبسيط الاجراءات للمواطنين والاعتماد على مستمسكاتهم القديمه في اصدار الجوازات. بالنسبه يعني للعراقيين اللي يقدم مستمسك هو يتم سلام المعامله منه، وبعد قراءه المعامله يتم ارسالها الى مديريه شؤون الجوازات وبعدها الاطلاع عليها والتاكد من مستمسكات. ايش قد هاي المده تاخذ سياده اللواء؟ اصدار جواز السفر. هاي المده الزمنيه ايش قد تاخذ؟ نعم. المده الزمنيه. والله احنا من تصل لنا المعامله من تتارشف المعامله بالسفاره وتوصل لنا يعني خلال 3 ايام 4 يتم اصدار جواز السفر وتسليمه لوزاره الخارجيه. ومن بعدها الخارجيه ترسل هسه حاليا انا اذا اتكلم معك عندنا فقط 350 معامله، اذا اتكلم معك عندنا فقط 350 معامله يعني جايتنا من المانيا من المكتب الاول والمكتب الثاني. يعني هسه خلال هاليوم يمكن تكمل اجراءاتها يعني يوم غدا وبعدين طبعا يكون جوازات للتسليم. نعم. وحاليا عندنا جوازات من المانيا مطبوعه موجوده بوزاره الخارجيه. بس بالنسبه انه اكو التسهيلات اللي احب انه اتطرق لك لها. نعم تفضل. قبل ايام يعني عديده او الاسبوع الماضي يعني نشر حتى خبر بالصحف المحليه وبعض القنوات راودتها بالنسبه للعراقيين اللي هم حاليا مقيمين بالمانيا. بالنسبه اللي يرمون الحصول على جواز السفر البدل الضايع. نعم. بالنسبه تعرف الجواز البدل الضايع حدد قانون الجوازات رقم 2 لسنه 2015 اعطى صلاحيه للسيد مدير الاحوال المدنيه والجوازات الاقامه بمنح العراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق جواز سفر بدل جوازه السابق على ان يقدم اخبار مركز امني او مركز شرطه ونشر بالجريده ويتم. سياده اللواء اردوغف يم هاي النقطه اذا تسمح لي. البعض من العراقيين من نعم. يوصلون الى الدول الاوروبيه يا اما يحرق جوازه او يشق جوازه او يشمر جوازه بالبحر ومن بعدها يطالب السفاره بانه تصدر نعم. له جواز اخر، هاي شلون الاليه؟ شلون تقدرون تساعدوهم بهاي الطريقه؟ نعم نعم انت سبقتني استاذ انا دار اتطرق عليه يعني اعطيتك الاليه اللي منح جواز البدل الفاقد ودا يعني نعم دار اذكر هاي الحاله اللي قلت لك هي قبل ايام ذكرت هاي بالصحف عندنا المحليه وبعض القنوات ذكرتها بالنسبه للجاليه العراقيه في المانيا. نعم. يعني احنا دائما نهتم بالنسبه للجاليه العراقيه هم اخواننا يعني العراقيين وهاي دائما يعني نسعى بتقديم لهم المزيد. وهذا مو بس كلام يعني اكو دليل على 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 كلام ان هذا بتقديم لهم المستمسكات اللي الثبوتيه والمساعده لهم. فكان عندنا اتصال ويا الاستاذ مسؤول الجوازات هناك والقنصل الاستاذ دريد العوادي بالسفاره العراقيه في المانيا. نعم. انه الجانب الالماني كان يعني ماذا يقبل يعطيهم انه اخبار مثل ما قلت لك بلاغه من المركز او جوازاتهم بلاغ من المراكز او المراكز الامنيه ما يقبل الجانب الالماني يزودهم به حتى يتمكنون من النشر بالجريده ومنحهم الوظائف. فكنا يعني على اتصال دائما مع وزاره الخارجيه والاستاذ دريد العوادي في سفارتنا العراقيه في فرانكفورت اللي يعني قالوا بالنسبه للالماني يقول لك ذول انه ما ضيعوا جوازاتهم داخل المانيا، قسم يعني راحن بالبحر، قسم خارج الحدود الاقليميه اذن جوازات تضاعن. ذول شلون نقدر نساعدهم سياده اللواء؟ حاليا قمنا نعتمد انه وزاره الهجره بس خل خدمك تفضل استاذ عزيز
وصلنا الى راي انه الاخ دريد العوادي انه بجهوده توصل الى انه يحصل كتاب من دارة الهجرة والإقامة الألمانية بتزويدهم بكتاب بدل تزويدهم بكتاب انه الجواز فاقد ومنح جواز بدل عن جواز الفاقد. فقلنا فاتفقنا ويا الاستاذ دريد انه نعتمد هاي الكتاب مع نشرة جديدة، وان شاء الله الامور يعني من ذاك الاسبوع بلغنا الاخ ونشروها حتى مثل ما قلت لك بالصحف والقنوات في ترويج معاملات بالبدل الضايع. طيب بس يا تلوار نتحدث وياك عن القيد، هم اغلب العراقيين بالمانيا من يتواصلون ويانا يعني ويدزون مشاكلهم، اللي يريد يطلع البطاقه الوطنيه، اللي يريد يطلع الجواز، دي يتحدثون عن روتين. هذا الروتين شلون نقدر نقضي عليه؟ يعني انتم جهودكم واضحه، حتى نتحدث بصراحه اكو جهود لكم وبالاخص باغلب دوائر الجوازات، وبالاخص يعني اكو احدى الدوائر اللي عندكم اللي انا شايفها بعيني دائره جوازات الكاظميه، يعني من طبيت وشفتها بصراحه وشفت الاليه اللي مستخدميها وسرعه اصدار الجواز والتعاون ويا المواطنين، بصراحه انا يعني انفتح قلبي وفرحنا، قلنا ما شاء الله اكو دائره موجوده عندنا بالعراق بانه قاضيه على الروتين الممل. لكن خارج العراق شلون تقدرون تتخلصون من هذا الروتين وتصير الحوكمة الإلكترونية والتواصل مباشر بين المواطن العراقي والسفارة أو بكم مباشرة؟ نعم أجابك أستاذ، تفضل. نعم بالنسبة ذكرت دائرة جوازات الكاظمية، يعني أتمنى أزور كل دوائرنا، يعني حاليا في بغداد عندنا 9 دوائر لاستقبال المواطنين، 4 دوائر في جانب الكرخ و5 في جانب الرصافة، كلها يعني متوفرة بها كل وسائل الراحة للمواطنين ومراجعتهم بسلاسة وتقديمها معاملة جواز واستلام جواز ثاني يوم. بالنسبة لتبسيط الإجراءات والقيود، حاليا احنا بالنسبة للعراقيين اللي خارج العراق نعتمد حتى الشهادة الجنسية العراقية دون سن 18 الوالدة، نعتمد حتى على القيد صورة القيد الإلكتروني أو صورة القيد المترجمة اللي صادرة من مديرية الأحوال المدنية أو صورة القيد الزرقاء أنت تسميها احنا صورة قيد 57. يعني كافة الإجراءات نبسطها، يعني حتى يراجعونا قسم من المواطنين يقدم لنا المستمسكات الذوي ندزها من عندنا يعني من مديريه شؤون الجوازات نبعثها عن طريق المراسلات او الامين الالكتروني المديريه شؤون الجوازات. فما عندنا كل روتين بالنسبه يعني او صعوبه بتقديم المستمسكات للاخوه العراقيين يعني خارج العراق. واحد ابين لك استاذ، احنا بالاضافه الى 20 موقع اللي ثابت اللي نعمل به لاصدار جوازات السفر للعراقيين في سفارتنا، عندنا المنظومة المتنقلة يعني غطت كل الدول بالعالم بها جالية عراقية. يعني الشهر الماضي كانت عندنا فريقين في البحرين صدروا جوازات للجالية العراقية، وفريق الثاني في دولة عمان بمسقط نعم هم جوازات. هسه البحرين حاليا 504 جوازات صدرا وراحا للخارجيه. سياده اللواء صورة القيد تصدر من عندكم صورة القيد، لان هم اغلب المشاكل اللي يواجهوها ايضا بصورة القيد تصدر من دار استاذ صورة القيد. نعم صورة القيد تصدر من دارة الاحوال المدنيه. نعم اي صورة القيد تصدر من دارة احوال المدينة، يعني هو الشخص وين مسجل بيا دارة احوال تصدر صورة القيد. صورة القيد الزرقاء نسميها صورة القيد لعام 57 وتثبت عليها الصورة الشخصية وتنختم نعتمدها بدل هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة. كذلك صورة القيد المترجمة اللي تصدر من مديرية شؤون الاحوال بشاعر رشيد وشو اسمه وملصق عليها صورة الشخصية نعتمدها، وموجوده هاي وبأضابيرنا موجوده حاليا. لا يعني حتى كل اضابير الاخوان اللي صدرت لهم جوازات يمكن تشوفوها موجوده. سياده اللواء احنا نشد على ايدكم ونتمنى ان شاء الله الجهد اللي تقدموه يقدم بصوره اكبر، لان تدري يعني هم حقهم بس احب انوه على اخواننا وناسنا واهلنا. بالنسبه للاخ اللي طلع بلقاء على ذكر على
نعم لا بالعكس احنا نقدم كافه التسهيلات. نعم نعم وحاضرين. وبالنسبه حتى احب ان اروح على الفتره اللي الجاليه العراقيه من الطائفه اليزيديه بالمانيا. نعم يعني احنا كان عندنا لقاء مع معالي السيد وزير الداخليه، فتعرف انه تعرضوا ما تعرضوا الى الطائفه اليزيديه من تهجير وقتل من عصابات داعش، فانه كثير انه من الاسوان فقدوا ازواجهم، فقسم بهم يعني ما يعرفون ان ازواجهم قسم مفقودين وقسمهم يعني ترملوا بس ما عندهم اثباتات. فامر معالي السيد الوزير قال اي دليل مو الا حجته صايله، تعرف بالنسبه للشخص القاصر الا الولي او الا الولي او الوصي بتقديم جواز السفر. فاعتمدنا احنا بالنسبه اللي ابهاته ما موجودين، اعتمدنا اي شيء يثبت انه والده مفقود او والده متوفي باصدار جوازات السفر بالنسبه للجاليه العراقيه من الطائفه اليزيديه. يعني بامر سياده اللواء اكو طابعات للجوازات بالسفارات او القنصليه العراقيه في المانيا. اي انا هسه دا اتطرق بالنسبه للاخ اللي يعني حكى عن الطابعات. نعم اي بالنسبه للطابعات احنا قبل اكثر من سنه اقترحنا انه قسم من السفارات انه نزودها بالطابعات اللي بها اعداد يعني جاليه عراقيه تراجعها بكثره. احنا حاليا عندنا مثل ما قلت لك 20 منظومه جوازات، عندنا ثلاث سفارات انه بها طابعات دوله الاردن ودبي وبريطانيا بها طابعات جواز سفر. فاقترحنا على وزاره الخارجيه انه قسم من الدول اللي بها اعداد نزودها بطابعات. فقبل اكثر من سنه يعني احنا مديريه شؤون الجوازات تبرعت بثلاث طابعات لوزاره الخارجيه. نعم زين، وكان يعني الاتفاق انه طابعه تروح لتركيا وطابعه لالمانيا وطابعه لايران. نعم عندنا دوله دبي انه الخارجيه مشتريه طابعه وما لها سبير باس، يعني ما لها ما قدروا عطلت ما قدرت صيانه يعني صيانه ما قدروا يصينوها يعني يردوها العمل، فدزوا واحده من هاي الطابعات اللي زودناهم بها دبي. فكان الاتفاق البقيه نعطيها لالمانيا وتركيا. بعد وزاره الخارجيه قررت انه شراء 17 طابعه زين لتزويد تغطيه كافه السفارات العراقيه بالطابعات. سياده اللواء هسه هاي الطابعات اللي موجوده شغاله انه هاي شويه ظروف وباء لا هسه حاليا يا طابعات اللي موجوده بالمانيا وبدول الاتحاد الاوروبي موجوده. لا بعدها طابعات هم وزاره الخارجيه استاذي اشتروا 4 طابعات. نعم اشتروها من المانيا من برلين اشتروها. نعم الاربع طابعات ورسلوها وحده راحت الامريكا ديترويت. طيب والثانيه مصر وحده على بالمانيا وبتركيا. واحنا حتى مجهزين الفريق اللي يروح ينصب الطابعات من مديريه شؤون الجوازات من الفني من القسم الفني ينصب الطابعات. بس احنا طلبنا من وزاره الخارجيه واحنا ان شاء الله يوم الاربعاء عندنا اجتماع مع مدير الاحوال المدنيه والجوازات العامه مع السيد الوكيل وزير الخارجيه بشؤون يعني الدول عن شؤون الجوازات والطابعات. نعم فمن وزاره الخارجيه اخذت الطابعات رسلتها لهاي الدول اللي قلت لك عليها. هاي الطابعات تعرف احنا لازم تجينا للقسم الفني وبس نعربها ونشغلها ونسوي عليها تيست نطبع بها جوازات ونرسلها. هي هاي مشكلتهم سياده اللواء، المشكله يعني مشكله الجاليه العراقيه في المانيا. هي هاي المشكله يردون طابعات موجوده عندهم بالمانيا. نعم. حتى يسهل امرهم يعني لا اكثر. زودنا وزاره الخارجيه بكتاب ارسال طابعه واحده حتى نعربها وكس عن الاتصال يعني على الاتصال يوم وان شاء الله حتجينا يعني الطابعه توصلنا حتى الفنيين والمهندسين يعربوها بالقسم الفني ونجربها وبقية الطابعات اللي بهاي الدول يتم إرسال الكادر لنصب طابعات الجوازات. إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل للجالية العراقية اللي متواجدة في ألمانيا. والشكر إلى السيد اللواء أحمد عبد الستار مدير عام الجوازات. شكرا جزيلا سيادة اللواء. المشكله اللي يواجهوها هي بالطابعه. احنا نامل ان يتم انهاء مشكله طابعه الجوازات في المانيا وفي اغلب دول العالم حتى المواطن العراقي ما ينشل عقلبه
ويظل صورة قيد ووكالة، وراح شخص وجا شخص وأقارب ووكل فلان وفلان ومحامي ومصاريف زايدة لحد ما يطلع جوازة. إدارة الجوازات إن شاء الله بالأيام القادمة مثل ما قال السيد لواء أحمد عبد الستار بأنه الطابعة راح يتم نصبها من خلال فرق سيتم أرسالها إلى ألمانيا. الفرق الفنية راح تكون من دائرة الجوازات. كثير من الدوائر اللي تمر بروتين يومي ممل، بحيث المعاملة نعملها سنة وسنتين. احنا اليوم في زمن وفي سنة 2021 العالم كله يدار عبر الانترنت لا اكثر ولا اقل، عبر المواقع الالكترونية. يعني مو صعبة اليوم انا اصدر اريد اطلع جواز، اريد اطلع جنسية، اريد احجز، اريد اخذ قرض، كلها عبر المواقع الالكترونية. موقع الدائرة راسلة تتواصل وياي وتمشي الإجراءات. إن شاء الله تكون كل دوائرنا بالأيام القادمة من بعد ما يقرون الموازنة. أضحك طبعا لأن الموازنة سالفتها سالفة، شو وقت يتفقون الكتل بيناتهم، إذا كانت كتل سنية شيعية كردية حتى الأقليات، ما بيناتهم ما متفقين والواقع بيها الشعب العراقي. خلينا نشوف احدى المناشدات اللي وصلت لنا، اتوقع من الديوانيه، مشاكل الخدمات اللي دي يواجهوها بمحافظته. خلينا نشوفها ونرجع لكم الحديث معكم. الى الاخ المحترم الاستاذ ياسر عامر الجناب، تحياتي لك يا ابو الخلق والانسانيه والرقي، انت انسان طيب وانا احييك على شجاعتك واحييك على الوطنيتك وحيك على حرقتك على الناس الفقرة والمعوزة والمحتاجة، واني اخوك من محافظة الديوانية قضاء الحمد الشرقي حسين كظوم جالي. انا مكفوف البصر منذ الولادة ومتزوج ولدي 2 اطفال، والله يشهد وثق بالله ورسوله والله يشهد على كلامي، قاعد بالايجار هذا البيت حاليا قاعد بيه بايجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما عندي غير رحمة الله وراتب الشبكة مال الحماية الاجتماعية، والتستاذ بعد أعرف براتب الحماية الاجتماعية المن تصير، والله العلي العظيم إيجار 100,000 بالإضافة إلى مولي وإلى مصرف، وأنت تعرف الوقت هذا الصعب وهالمصرف هذا اللي يعني ما ينحمل ولا أبد. شرد أسوي المن أصير أستاذ للخط المولد الساحبة للإيجار للمصرف، وذولا تدري انت بعد بالطفل ما يعرف ماكو، لا هذا يعني احكيها لك بالعاميه، الطفل يريد ما يعرف ماكو، من تقول له ماكو ما يقتنع ماكو، ولا حول ولا قوه الا بس قلت لك راتب الرعايه شبكه الحمايه الاجتماعيه ورحمه الله سبحانه عز وجل، واحمد الله وشكره وشنه مساعدتك لي انا ممنون، اناشدك واناشد الناس الطيبه واناشد كل شخص يدعم هذا البرنامج ويدعم هذه الناس يقدم لها المعونه. هاي مناشدة مواطن فقير، هاي مو المناشدة الخدمية. شخص محتاج إلى كل أهل الخير وكل شخص يقدر يقدم المساعدة، إن شاء الله ما يقصرون وياك العراقيين. خلينا نشوف المناشدة الخدمية اللي وصلت لنا. هذه منطقة السودة تابعة لمحافظة الديوانية، أرض زراعية، منطقة زراعية يبعد الشارع عنها 7 كيلو. نناشد كل شريف وكل شخص وبراسه قيره ينظر الحال هاي المنطقة، والله العظيم هاي المنطقة من يجي الشتاء وتمطر الدنيا، يعني لا سامح الله اللي يتمرض بيها لو بكارو بياخذوه لو الله يشفع له،
هذا تبع 7 كيلو عن الشارع. ما اريد شيء من الدولة عمك، كل شيء ما اريد. طلباتنا بسيطة، لا شارع بيها، هذه الجادة مالتها، يعني هذا الشارع مالتها. هذا من 2011 اجوا ودقوا الصبات مال الامتار الكيلو هذه، ولحد يومك من 2011 ولحد الان، يعني منطقتها عبارة عن تقول منكوبة، يعني منسية. نناشد محافظ الديوانية، نناشد مصطفى الكاظمي، مو يقول انا للعراقيين، هذول العراقيين، شوفوا مصطفى الكاظمي هذا المي يشربون من عنده، هذا المي، هذا المي. اريد شارع، كل شيء اريد، بس الشارع ولسالم المي فقط. هذه المنطقة لا سالم المي بها، لا مركز صحي مستوصف، كل شيء ما بيها. نناشد محافظ الديوانية، نناشد مصطفى الكاظمي، ينظر الحال هاي المنطقة. بسنة 2021 المواطن العراقي يناشد حكومته اللي راح يذكرها التاريخ بأسوأ الصور والعبارات، بأنه تسوي له طريق معبد. يلا طريق، يردون تبليط ويردون مي إسالة، لا أكثر ولا أقل. خلينا نشوف محافظ الديوانية يقدر يدبرها ويوفر لو ما يقدر. يقدر يوفر الناس وأهله لو صعبة. صباح الخير عمر. أغلب المشاكل الخدمية اللي نواجهها هي التبليط في بغداد والمحافظات الأخرى. احنا اللي نريده شنو؟ ما رد من عندكم قصر تقدموه للعراق، قياعين مال اراضي صعبه عليكم ما تقدرون تقدموها، الحصه صعبه عليكم. عندنا معمل اسفلت، موجود معمل اسفلت يا اخوان. هو شنو التبليط؟ التبليط شنو التبليط؟ لا تطول مقاول، ليش لا تطول مقاول؟ واكشط وحطوا بي مول 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 الكميه والنسبه المطلوبه. عندنا معمل اسفلت، وهو اصلا مو صعب معمل الاسفلت اذا تردون تسووه. التبليط ترى مو مشكله عظيمه. احنا بسنه 2021 تعرفون يعني هذا شيء مخزي، عار والله عار، عيب اصلا اتحدث به. استحي يعني هسه من اتحدث بهذا الموضوع قمت استحي. العراق باكمله، المواطن العراقي يطالب بالتبليط، شنو هو التبليط؟ ولا ماء الاساله، شنو هو ماء الاساله؟ وعدنا احنا نهرين، دجلة والفرات. ترى مو صعبة، والله مو صعبة. كل محافظة بمحافظتها بالتعاون مع دائرة البلدية اللي متواجدة بهذه المحافظة، آليات موجودة عندكم، اسفلت موجود، ايدي عاملة موجودة. بلطو بلطو عمي، خلينا نذكركم شيء ايجابي، شيء براسه خير لا اكثر ولا اقل. موجود امريكا شباب جاهز؟ يلا خل اشوفكم شوارع امريكا وحال امريكا ووضعها، ووضعها الشعب المسكين وهالعراق، وضعنا احنا شنو. صباح الخير عليك يا نبيل. صباح الخير بتوقيتكم ياسر. نبيل انا هاي اللقطه دائما انت تكون متواجد بهذا المكان، بس ما فد يوم سالتك شنو اللي وراك؟ شنو هذا موقف مال سيارات؟ شارع هذا وراك؟ شنو هذا اللي وراك؟ هذا مجمع تجاري بسيط في كل منطقة يوجد نفس هذا المجمع، يوجد فيه أسواق للتسوق وبنايات الخدمات مثل مكتب البريد، مكتب دائرة المرور العامة الخاصة بالمكان، يعني بالإضافة إلى مجمع تسوق يعني يتسوقون به المواطنين ومجموعة من المحلات الأخرى.
وعادة تكون مزودة ب نبيل العايشين يمكم المواطن الأمريكي أو اللاجئ أو المواطن العراقي اللي موجود بأمريكا هم يدور على التبليط؟ لا، التبليط يوصل لأبعد مدينة، يعني كل الخدمات توصل لأبعد المدن، حتى في قرى، يعني حتى بالقرى والأرياف اللي عندكم همين بها تبليط. لازم يعني لازم، لأنه أنت تدفع ضرائب، يعني هذا من حقك. احنا هنا تدري شنو الضريبة اللي يدفعها المواطن العراقي مال التبليط؟ الصدر مال سيارة، كل اسبوعين يبدل صدر مال سيارة والحداده. أكيد. وكل اسبوعين يذبل 400 500 250 وهاي الحبل على الجرار. لا، هنا عمليات صيانه الطرق والجسور وكل الـ يعني الـ الطرقات بامريكا تتم عاده في اوقات الليل، يعني يبدون نبيل قبل ما اسالك بالموضوع الاساسي. هسه انا عندي اليوم بقناتنا عندي احد الزملاء اشترى سياره جديده. نعم. اول ما اشتراها سياره زيرو، والله تم 3 ايام 4، اليوم دا يسال دا يقول اريد ابو حداده الصدر مال السياره توقع. قلنا له يا بش وقت وقع الصدر مال السياره؟ انت ما صار لك 3 ايام 4 من مشتريها. قال والله بيتي بالدوره بنهايتها والطريق كله طسات، يعني هاي 3 ايام 4 يعني الصدر مال السياره وقع. يعني قد يكون خارج الموضوع، بس حتى ابين لك، نادراً هنا، يعني نادراً ما أروح يعني للميكانيكي بخصوص يعني صدر أو دبلات السيارة، نادر جداً، يعني إلا إذا تكون السيارة يعني أطلع بها طرقات خارج، يعني ما بيها تبليط. مثلاً سيارات الدفع الرباعي عادةً تحتاج، بس السيارات الخاصة لا، ما تحتاج هاي الأشياء، لأن الطرق كلها معبدة، وحتى أسوأها أفضل من طيب نبيل، شلون شفتوا قرار منعكم من الانتخابات وانتم خارج العراق؟ والله اخي ياسر، يعني تراوحت ردود افعال اللاجئين العراقيين بين الناقد والساخر وبين الساخط والمستغرب. يعني الساخر والناقد يقول لك هذا مو شيء جديد، لانه لا توجد عمليه ديمقراطيه حقيقيه في العراق منذ 2003 وحد الان. اما المتساءل والمستغرب يقول لك يعني مو من حق المفوضية العليا للانتخابات، هي مو لجنة، مو 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 فتكيان تشريعي أو قضائي أو دستوري يحق له أنه يمنع حقك الدستوري في التصويت، لأنه أنت كمواطن أحد واجباتك مثل ما لك حقوق، أحد واجباتك هي التصويت في الانتخابات. أكيد. يعني ما ممكن لأي جهة أن تخرق، هو اعتبره خرق للدستور، أنا شخصيا أعتبره خرق للدستور. هم قالوا بأن المبالغ المالية مو كافية ولازم نخصص مبالغ مالية للناخبين يعني خارج العراق، وبنفس الوقت يعني راح تأخذ يعني من عندنا ما يقارب 6 أشهر أو 3 أشهر بالتحديد، يعني ما أدري، فما أدري يعني ممكن أي هاي حجة يعني مناسبة. لا أكيد مو مناسب، أنا العراق مو فقير حتى مخصصات مالية، وكان من أحد الأسباب اللي قرأت عنها أنه حتى لتجنب التزوير والانتخابات. إذن هذا يعتبر اعتراف ضمني بعدم القدرة على الإدارة صحيحة. كالمفوضيات عليا للانتخابات لا، يجب أن يكون عملها مستمر حتى لو لم تكن سنة انتخابية، يعني لازم يحضرون للأمام. يعني أنا حاليا أشوفك هذه الورقة وصلتني قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة ب9 أشهر، يعرفون المواطن، يستقطبون كل المصوتين، يعرفون المواطن قبل موعد الانتخابات ب9 أشهر. ب9 أشهر جاني هذا الكتاب. أنا عندي جاري كان يشتغل بألمانيا، مهندس كان يشتغل بألمانيا، فسألته أجا يعني رجع المسكنة بعد الانتخابات، فتكلمنا على الانتخابات، قلت له تصوتت؟ قال أكيد. فسألته عن الآلية شلون يصوتون، قال لي يوصلني إشعار، لأنه أنا مسجل في السفارة محل سكني وعملي، فيوصلني إشعار وتوصلني الباكج كاملة، يعني المظروف يوصله كامل ويؤدي الانتخابات، يقدر يروح بمقر السفارة أو أي قنصلية موجودة يؤدي انتخاباتها بصورة طبيعية وسلسة كما لو لم يكن يعني مسافر في يعني العراقيين اللي ساكنين بأمريكا مستائين من هذا القرار. أكيد لأنه أنت هذا حق دستوري، يعني أنا
حتى لو كنت أحمل جنسية بلد ثاني، فيعني كأضرب لك مثال، أي عراقي متجنس أو أي مكسيكي أو أي شخص متجنس جنسية ثانية يذكر في جوازه أنه عراقي أمريكان، يعني أنت الأوريجين مالتك عراقي، أنت ما ممكن تأخذ أنت أصلي وحقي في التصويت ببلدي الأم بحجج واهية بعدم توفر الإمكانات المادية أو الإدارية. أنت كلجنة لازم يكون أنت عملك يعني عملك دؤوب 24 ساعة حتى تهيئ، لأن أنت يومك هو اليوم الانتخابي. نعم. هذا اليوم الانتخابي أنت شلون تقدر توصل له بكفاءة لما تحضر له يعني في سنين سابقة أو في أشهر سابقة. المواطن العراقي بالانتخابات، أنا انتخبت بالعراق يعني بعد 2003 أعتقد مرة واحدة انتخبت، ما لا يوجد توعية، يجب استقطاب يعني كل الأعمار المؤهلة للانتخاب. هنا هسه حاليا يتباهون أنه هذه السنة الانتخابية استقطبوا ما يقارب 155 مليون مواطن أمريكي للتصويت. الدول الديمقراطية تفتخر بأنه نسبة المشاركة تكون قوية، هذا دليل على وعي المواطن وأنه الحكومة اساسا منتخبه من قبل المواطنين. فيعني ان شاء الله يعني يا نبيل، ولو انا ما اتوقع انه راح يتم العدول على هذا القرار، لان اللي نسمعه من يعني النواب قرار جار. ما اتوقع انه يتم العدول او التراجع عن هذا القرار، لكن احنا راح نوصل صوتكم الى اعضاء مجلس كجالية النواب كجالية وهم اصحاب يعني القرار. كجالية ان الحق ولا نتخلى عن حقنا في التصويت، لانه عندنا اهل وعندنا اخوان وعندنا اصدقاء بالعراق، نشوف انه اقل شيء ممكن انه من حقكم نصوت تشاركون نصوت للناس بتغيير الوضع الحالي، وهذا حق كل أكيد. مواطن يحمل الجنسيه العراقيه اذا كان داخل العراق ام خارج العراق. شكرا لك يا نبيل. اكيد اشكرك. الانتخابات القادمة هي حتكون الفيصل بين الحق والباطل لا أكثر ولا أقل. استوعبوا هاي الكلمات اللي راح أقولها، عجبتكم عجبتكم ما عجبتكم روحوا طلعوا بس البطاقة الانتخابية، أنتوا اللي حتغيرون، مو احنا اللي بنطلع ونتحدث ونوصل صوتكم. لا، التغيير ما يصير بإيد واحدة، مستحيل. أنت وآني وأمك وأبوك وأختك وعمتك وخالتك وعشيرتك وشيخ عشيرتك ومرجعك، كلها راح تكون ايد وحدة من اجل التغيير. طلع بطاقتك الانتخابية للمرة المليون، اعيدها واقولها واحكيها، طلعوا بطاقتكم الانتخابية واختاروا الشخص المناسب اللي تردوه يقود العراق في المكان المناسب من اجل تغيير الوضع الحالي اللي دنمر به، هذا الوضع البائس التعيس، إذا كان خدمي وإذا كان أمني وإذا كان اقتصادي وتجاري وصناعي، كل شيء واقف بالعراق. ماكو شيء موجود بالعراق حاليا نقدر نستبشر به خير، فقط الصبات. شالت الصبة، حطوا الصبة ورفعوا الصبة وهالكلاوات هاي فقط، غيرها ماكو. كهرباء مو زينة، وجاينا الصيف وراح نمر بلوعة الصيف اللي فات واللي قبله واللي قبله، وراح ينشلع قلبنا. كل هاي التراكمات من سنة 2003 وإلى حد هذا اليوم تراكمت على كاهل المواطن العراقي. فإذا أنت إذا تريد تغير ظلت بيدك، إذا أنت تريد ومستعد للتغيير فهي ظلت يمك. أنت تقدر تختار بقانون الدوائر المتعددة، بقانون الانتخابات الجديد، أنت تقدر تختار الشخص اللي يقودك ويقود وطنك. خلي نترك الـ 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 الطائفة ونترك المصلحة ونترك الـ 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 التعيين ونترك هالكلاوات اللي يقنعون بيها بكل سنة وبكل موعد انتخابات. خلي نفكر بعقلنا ونشوف حالنا وين وصل، شوفوا وضع العراق وين وصل، شوفوا السلبيات اللي تراكمت على كاهل المواطن العراقي وشنو اللي صار بينا. الأرقام معروضة أسفل الشاشة، اللي يحب يتصل عندي ما يقارب أقل من ربع ساعة، 10 دقائق، ما يقارب 10 دقائق أستقبل بها اتصالاتكم واللي نقدر نقدم لكم إن شاء الله ما نقصر. وياي أول اتصال، ألو إبراهيم. ألو إبراهيم، حياك الله، هلا بيك، يسلمك الله. شخبارك؟
يخليك الله ابراهيم. شلون كربلاء؟ والله باهلها زين. استاذ ياسر بس اطلب منك طلب. تفضل. واحد تفضل. حتى المواطن من اللي يقول زينين ما مقتنع بكلمه زينين. اي تفضل. اي الحمد لله ماشي. بس مطلب منك طلب. راتب ما رعايه. راتب ما رعايه ابراهيم؟ شنو انت من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا عندي ربيعتي وش اسمه وابوي كان بالحجي ضربت حاله نفسيه وكنت مع عصر وقعد. بس بغيت اني الوحيد لاهلي ومتزوج عند ابني يعني. والله ابراهيم ما اقدر اوعدك بهذا الموضوع، ما اقدر اوعدك، لكن خلي تفاصيلك تواصل وياي، اكو رقم اسرح يطلع امامك على الشاشه، رقم الواتساب، تواصل وياي ودز لي اياه بخير وتدلل وياي. اتصال اخر. الو. هلا ابو فلاح تفضل. الو حسن. الو استاذ ياسر. اي عمي تفضل. شلونك خالي؟ يحفظك الله. تفضل استاذ ياسر. بس عندي كلمه واحده بس. تفضل اسمعك. هل يقود الشجعان شخص غير شجاع؟ انت شو تقول؟ انا اقول اسالك هذا السؤال، هل يقود الشجعان شخص غير شجاع؟ والله هاي ظلت بعد بيد الشجعان. كل اللي حكمه العراق مو شجعان. والدليل على هذا فشلهم وما عندهم غيره واقسموا بالله كذب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن قبل ما تروح الحل شنو؟ الحل؟ ايه؟ بيد الشعب. شلون؟ الشعب ما شاء الله نايم عن سبات. اليادوب. نايم عن سبات، عارف شلون؟ انا يعني اتكلم انا وياك، انا اتكلم وياك انا رجال يعني كاسب الف الحمد لله والشكر. الله يزيدك. متروح من تروح للدكاتره انا اسبوع واحد قبل 800 الف. وجاك ابو الاجار خابرك، عرفت شلون يا ولا؟ او بنود خابرك وعلى هالروتين هذا المستمر. ونقول الف الحمد لله والشكر. الحمد لله وشكر على كل حال. والله يحفظ جميع العراقيين ان شاء الله. شكرا لك يا حسن، شكرا لك. ويا اتصال اخر. ما ادري ولو هو حسن حكى الواقع. هذا واقع العراق. وهذا حال العراق، وهذا حال العراقيين. يلعبون بالمليارات. هاي طبعا مو المواطن الفقير. لا، اللي اجى وحكم واستغل خيرات العراق واستغل شعبه. يلعبون بمليارات الدولارات. وهالمواطن الفقير حصل عليه 5000. ويا اتصال. الو. الو. صباح حياك الله تفضل. الو السلام عليكم. هلا بك يا صباح. تفضل صباح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل صباح. شلونك اخوي العزيز؟ يسلمك الله، تفضل احكي لي مشكلتك. والله مشكلتي على الانتخابات. اي ايش بيها الانتخابات؟ وصلت. الانتخابات هاي مو نزيهه. شلون؟ الاحزاب كلها رشحت. شلون صباح مو نزيهه؟ مو نزيهه، يعني الاحزاب نفسها رشحت على الانتخابات، ماكو كتله غير كتله طلعت الانتخابات. زين صباح. جديده. صباح. تقدر تطلع البطاقه الانتخابيه مالتك وتختار انت الشخص اللي تريده، الشخص اللي تشوفه مناسب. يا اخي هم نفسهم. خلص لا تنتخبهم. ما ننتخبهم، مقاطعتها افضل. لا مو تقاطع حلام، وهنا يستغلون صوتك. مو هي هاي البلوة الكبيرة يا صباح، مقاطعنا ب 2018 وقعنا بهالمصيبة هاي. مو يطلعون يحجون يقولون نسبة الانتخابات ب 2018 ما تقارب 10 و12%، وواحد يصيح 8%، وواحد يقول لا 30%. مقاطع الشعب وتندم. غلطة كلش كبيرة اذا تقاطع. روح حط اكس ولا تظل قاعد بالبيت. ما نريد نعيد نفس الغلطه صباح. يا اخي العزيز والله والله ركبوا على رقابنا، عرفت؟ ودمرونا، دمرونا دمار. الرجل الزين يصيرون ضده كلهم. ننتخب الرجل زين ونوقفه ويصيرون ضده ويطردونه. زين. يعني يعني صباح هاي انت على حكايتك يعني احنا نقعد لا شغل ولا عمل.
نقعد وخلاص هذا هو ياهل يجي خلي يحكمنا. غلطان انت يا صباح، حياك الله اني اشكرك. وياي اتصال اخر. السلام عليكم ابو محمد، حياك الله اخي. يعني لسه مرة يخليك الله، بارك الله بيك على البرنامج هذا. يسلمك الله يا ابي، يسلمك الله. يخليك الله، والله الشوارع ما سامرة يعني ما تطاق. والله عمي ابو محمد بالله الكريم، والله قمت اخجل بالله الكريم واستحي. اذا احنا بسنة 2021 صخم الله وجههم نطالب من عندهم تبليط، والعالم بسنة 2021 انتخابات انا ما اعتقد بنت يعني ناطحات السحاب وصعدت للقمر. يا ابو محمد بس يعني الله يخليكم، ماكو هيك منطقة عمو حبيبي، ماكو هيك منطق. يعني انت اذا على كلامك يعني انت ما راح تروح تنتخب، راح ياخذون صوتك مو؟ لا ان شاء الله انتخب، بس ما بيها فائدة والله يا عمي. لا عمي ماكو شيء ما بيه فائدة، لا هذا هم يردون يوصلوك إلى مرحلة اليأس. أنا دزيت لك فيديو قبل كم يوم من سامرة على مشاكل الطرق مال سامرة والوصاخة اللي سامرة. شباب يمكن الفيديو موجود يمكم؟ من سامرة. الفيديو مال الطرق؟ إيه آخر مناشدة؟ الوصاخة المتراكمة القمامات بالأحياء السكنية، دزيت لك إياها قبل أسبوع فيديو. تذكرت ابو محمد، تذكرت تم عرضه نعم تم عرضه وشفنا الواقع وحكينا، وبعد ما ندري محافظ سامراء بيده شيء. عمي هسه اذا ما بيدكم شيء طلعوا قولوا عمي ما بيدنا شيء، ما نقدر نقدم حتى يعرف الشعب. شكرا لك يا ابو محمد. رساله لكم جميعا من صغيركم الى كبيركم، إذا ما تقدرون تقدمون شيء للشعب العراقي اطلعوا وصارحوا هذا الشعب يا أخوان، ترى التاريخ راح يلعن حتى يعني من أصغر طفل عندكم إلى أكبر شخص. طلعوا واجهوا الشعب، صارحوا، صيروا شجعان، قولوا عم إحنا ما نقدر نقدم، إحنا لهنا وأكو ضغوطات علينا دولية داخلية خارجية. طلعوا صارحوا الشعب، لأن الشعب وصل إلى مرحلة الله يستر من عدها. خوفكم إذا ثار الفقير يا حكومتنا يا طبقتنا السياسية يا كل السياسيين يا أعضاء مجلس النواب، عمي اطلعوا فهموا الشعب شنو اللي دا يصير بالعراق، وين دا تروح خيراته، منو اللي دا يسيطر. يا حزب امسكت الكل وماخذ كل شيء ومحتوي على كل شيء، شنو الانقسامات الخلافات، منو دا يقسم العراق، منو اللي أخذ كل نقطة خير بي، منو اللي نهبها؟ الشعب يدري واحنا ندري، وصدقوني راح تجي ايام تنفضحون كلكم اذا ما انسحلتوا وانعدمتوا بالشوارع. في امان الله.